يبقى عندي بط، اناناس، عصير اناناس، سمنه كريستالو البيضة. غيري من السمنه للزيت لو سمحتي، لان ما ينفعش زيت مع البط. عندي سكر وزعتر وبهارات، صويا صوص، باربيكيو صوص، زنجبيل او جنزبيل، توم، بصل، دقيق، خلي بلسمك، وعندي ملح وفلفل. الدقيق بعمل بيه ايه بقى دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين الدقيق كده بدعك بيه، ذكر البط اهو كده، شويه ملح معاه عشان انضفه كويس. ادي شويه صويا صوص، شويه خلي بلسمك، شويه باربيكيو، شويه عصير اناناس، ادي مكعب مرق، شويه سكر. خلاص انا عايزه يغلي كده مع بعضه، هياخد تلات اربع سوا عشان ندخله الفرن. هات يا عم جمال. حطيت كمان شوية بودرة زعفران وشوية زعفران بودر، شوية ليفز اهو. اهو ده زعفران اهوت ليفز مع الشربات بتاع ولو جبت لي حبة نشا هدعي لك، سيبك من الدقيق. ونفوق شوية من اللي احنا كده كده يعني. عشان بس كده. ادي حبة بودرة زعفران. هروح جايب كل الخليط ده كده حطه على الاناناس عشان يديني لون لما اجي احمره. عندي حبة خضار بحطهم معاه يكون شكلهم شيك ولايت. لايت وشيك. هديله فصين توم بقى كده سلام. اهم. عندي شويه الزعتر يديله طعم جميل. عندي ميه بتغلي بحط فيها الفيجيتابلز بتاعي، بعمله كريسبي. يعني ايه كريسبي؟ يعني ما يبقاش مستوي قوي كده. عندي ادي الاناناس بتاعتي باخدها لون ذهبي كده. شوية صوص زعفران، شوية عسل نحل، سنة باربيكيو. ادي كده حب سامبريكس ستايل الصفرة. الاول افرم الزنجبيل او الجنزبيل مع التوم. ادي صوص الاناناس، وادي صوص الزعفران اهو، ده لازم نصفيه. بتاع الدكر بتاعنا الكبير اهو، شايفين الجمال ده؟ ادي حبة العسل النحل اهو، مكعب مرق هنا مع الصوص ده عشان يبقى ليه طعم. احنا ما بدناش ملح ولا اي حاجة.